كنت سايق جدا وما قدرتش تقريبا انام بالليل من الغضب الفظيع. لم اتخيل للحظه ان حكم اكبر محكمه في مصر، المحكمه الدستوريه العليا، رئيس الجمهوريه يطلع مرسوم او قانون بالغاء الحكم. هذا الامر يفوق اي خيال في الدنيا. كان هناك مليون اعتبار ومليون طريقه للتفكير وشيء لم اكن اتخيله. يعني الناس بيتكلموا على مذبحه القضاء ايام جمال عبد الناصر، ان في مجموعه من القضاه اتحالوا للمعاش، انما ما فيش حاكم في تاريخ مصر لغى حكم محكمه في تاريخ مصر كلها، ولا من ايام الحكم الملكي ولا من ايام حكم عبد الناصر او السادات او مبارك، لم يحدث ذلك. فمش معقوله في اول شهر يحدث. احنا بنتكلم على ان احنا عاوزين دوله القانون. دوله القانون انتهت لما رئيس الجمهوريه يعمل كده. اي موظف اي عامل في الشارع يقول انا مش هنفذ القانون لان القانون ده مش مظبوط، لان الحاكم العسكري عمل كذا، المجلس العسكري بيعق، فانا ما نفذش الحكم ده لان المجلس العسكري مسؤول عنه. ثم ان انا اطلب من المجلس العسكري ينعقد ويطلع قوانين، ونعلم جميعا وجميع القضاء وجميع مجلس العسكري ومجلس الشعب، قصدك مجلس الشعب، انا اسف مجلس الشعب ينعقد، الجميع يعلم ان اي قانون سوف يصدر من هذا المجلس باطل 5000%، والمحكمه القضائيه الاداريه في اول جلسه هتلغي هذا القانون. يبقى انا ازاي، انا الناس زعلانه من ايه؟ الناس زعلانه ان في ملابسات حول هذا القانون.